لما يهل الشتاء ببرده بندور على كوباية دافية من مشروب لذيذ يدينا الدفى والنشاط في أي مكان نكون موجودين فيه. ومشروبات المصريين في الشتاء مختلفة ومتنوعة. مشاريب الشتاء اللي بتطلب على طول أغلبية اللي أنا شغال عليها في الشتاء سحلب، هوت شوكلت، هوت سيدر، دبلس الحم الشام، ده كده حاجة جنب المشروبات السخنة اللي أنا بعملها أصلا. جو بارد ده بنرجع للحمص، للشاي، السحلب، الجنزبيل، الليمون السخن كده يعني عشان يدفينا في الساعة دي. سحلب برضه حلو كويس، وفي برضه ممكن حمص الشام حلو. في مشارب كتير بس بالنسبة لي أنا بشرب حمص الشام أكتر، أكتر حاجة في الشتاء يعني. في الشتاء أنا سحلب برضه، بفضل السحلب على حمص الشام، بس ساعات بطلب حمص الشام حسب المود يعني. اي حاجه في القهوه اصلا بتبقى حلوه، مثلا حمص الشام، سحلب، شاي، قهوه، اي حاجه في القهوه بتبقى حلوه الصراحه. احنا اصلا عايشين طول حياتنا في القهوه. انا بحب البليله جدا، البليله. حمص وسحلب وبليله مشروبات اجمعنا عليها كوسيله للدفى في فصل الشتاء، لكن الاكيد ان قلوب المصريين الطيبه وروحهم الحلوه هي اكتر اسباب الدفى في برد الشتاء ولياليه. وسام نصر، MBC مصر.